وللوقوف إذن على البيان الذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بشأن ما تشهده محافظة صلاح الدين من انتهاكات لحقوق الإنسان، معنا هاتفيا من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين دكتور أيمن العاني. مرحبا بكم دكتور أيمن. إذن أصدرتم تصريحا صحفيا بشأن ما تشهده هذه المحافظة محافظة صلاح الدين من انتهاكات في الأيام الماضية، ماذا رصدتم من هذه الانتهاكات؟ حياكم الله أخي الكريم وتحية لكم وللمشاهدين. أهلا بكم سيد. الحقيقة هذا الذي يحدث في هذه الأيام هو يعني مسائل انتهاكات واضحة وجرائم بحق أهالي مناطق منكوبة، هي بالأصل هذه المناطق عانت ما عانت سنوات طويلة خلال يعني المشكلة أنه هي هذا تتعرض إلى ظلم مركب في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة ولا سيما الحكومة التاسعة منها. يعني هذه اعتداءات على المواطنين، حرق لممتلكات المواطنين، ممتلكات خاصة، يعني اعتداءات على المساجد، احراق المساجد. والمشكلة الأكبر من ذلك هو الصمت الحكومي حيال هذه الانتهاكات، وهذا دليل على تورط الحكومة نفسها في هذه الجرائم التي تحدث بشكل ممنهج بحق يعني أهم في المحافظات المنكوبة ولا سيما في صلاح الدين. يعني هنا السؤال دكتور أيمن، ما الهدف إذن من كل هذه الانتهاكات المستمرة التي تشمل الأهالي أو سكان محافظة صلاح الدين وكما تفضلتم ممتلكاتهم وأسواقهم وحتى منازلهم فضلا عن مساجدهم أيضا؟ أخي الكريم، هي أهداف حقيقة من هذه الانتهاكات وليس هدفا واحد، هي مجموعة من الأهداف. هذه المناطق أهلها مستهدفون على يعني طوال السنوات العشرين الماضية. نعم. لا يمكن لأحد، يعني الكل متهم، الكل مستهدف، الكل تحت الضغط، الكل يضيق عليه في يعني لقمة عيشه، في مسكنه. المشكلة تداخل، هناك تداخلات كثيرة، يعني مسألة مثلا أوقاف هي مسألة دينية لكن بعد تغيير ديموغرافي، مسألة يعني كلها حقيقة أمور متداخلة يراد منها يعني ما التفسير أنه هذه التصرفات والانتهاكات تحدث أمام أنظار قوات الحكومية وأمام مسمع القوات الحكومية، ولا أي تصرف أي حركة ولا يوجد أي ردة فعل من الذين يدعون أنهم يمثلون هذه المناطق. الكل أخي، الكل مشترك في هذا الموضوع. الهدف استهداف الإنسان العراقي في نفسه وفي مأكله وفي مشربه وفي مستقبله أيضا في هذه المحافظات المعينة، ومنها ما نتحدث عنه نموذجا محافظة صلاح الدين. أيضا دكتور أيمن، في التصريح الصحفي أكدتم أن السلطات الحكومية هي يعني لا تتدخل كما تفضلتم، ربما تقف عاجزة لإيقاف هذه الانتهاكات، بل ربما هي تغض الطرف وهي تتواطأ. كيف تفسرون ما يحدث لهذه القوات والسلطات الحكومية عموما في ظل هذه المليارات التي تنفق وترصد من الميزانية على ملف الأمن والحراسات؟ أخي الكريم، هنالك يعني مشكلة حقيقة، يعني هذه تتزامن ما يحدث الآن في صلاح الدين يتزامن مع ما يسمى تشكيل الحشد الشعبي. الحشد الشعبي هو عبارة عن ميليشيات اجتمعت، والكل يعلم علاقة رئيس الوزراء الحالي بهذه الميليشيات وسطوة هذه الميليشيات وهيمنتها على
الجانب العسكري والأمني والاقتصادي بل حتى الاجتماعي في العراق. يعني اليوم حقيقة يعني هنالك طبعا تقاسم أدوار، القوات الحكومية لها دور، لكن الدور الأكبر والكلمة العليا واليد الطولة هي للميليشيات. هذه الميليشيات مسيطرة، ميليشيات يعني تستهدف استقرار العراق، تستهدف أنه تديم هذه الفوضى، فوضى السلاح، وبالنتيجة هذه يعني ندور العراقيون يدورون في حلقة مفرغة منذ 2003 إلى اليوم. الـ 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 يعني الهدف منها هو استنزاف البلد ورهنه بيد الجهة المشرفة على هذه أو التي تمول هذه أو تشرف على هذه الميليشيات وتعينها على البقاء وتديم هذه الميليشيات، وهي مع الأسف الجارة يعني بين قوسين الجارة إيران. إذا شكرا جزيلا لكم، هاتفيا من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين دكتور أيمن العاني.